هذا وقد خصصت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات بالتعاون مع وزارة الصحة مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات كمقر للتصويت للمواطنين المصابين بفيروس كورونا. هذا ويأتي ضمن الجهود التي تبذلها البحرين للمشاركة في العملية الانتخابية وإنجاح هذه المسيرة الديمقراطية بقيادة جلالة الملك المعظم. من منطلق اهتمام اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات في سير العملية الانتخابية، حيث تم وضع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات مقراً للتصويت للمصابين بفيروس كورونا تحت خطة مدروسة وإجراءات وقائية لمشاركتهم في رسم وصياغة المستقبل الديمقراطي بمملكة البحرين. إن هذا المركز مخصص للمصابين بفيروس كورونا لممارسة حقهم الدستوري، وتخصيص هذا المركز ما هو إلا حرص من اللجنة العليا للسلامة على الانتخابات، وجهود وزارة الصحة مشكورة كذلك، لأن هناك عيادة طبية مرفقة في هذا المركز. طبعا هني وظيفتنا كأعضاء في اللجنة أن نشرف على سلاسة العملية الانتخابية بحيث أن الناخبين يؤدون عملهم من ناحية الانتخاب والتصويت بدون أي مشاكل وبسلاسة ويسر، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الناخبين والعاملين في المقر الانتخابي. فريق البحرين كانوا بالأمس في شتى أرجاء المملكة يلبون نداء البحرين للتخفيف من آثار جائحة كورونا والوقوف صفا واحدا لدرء الخطر عن الوطن وأبنائه، وها هم اليوم يلبون النداء مرة أخرى بتوفير طاقم طبي متكامل لوقاية وسلامة الناخبين من الفيروس. يتم استقبال الناخبين المصابين بفيروس كوفيد-19 مع إبراز المسحة الأنفية PCR أو الرابد اللي هو الفحص السريع. طبعا المركز الطبي متكامل من فريق طبي مجهز من الرعاية الصحية الأولية وبالتعاون مع المستشفيات الحكومية. تم تجهيز المركز الطبي في مركز المعارض الدولي لاستقبال مرضى الكوفيد-19 المصابين في وقت الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، ويحتوي المركز الطبي على عيادتين، عيادة رجالية وعيادة نسائية، وتم تجهيز المركز بشكل متكامل من قبل مراكز الرعاية الصحية الأولية لاستقبال المرضى. ويجسد هذا كله مدى اهتمام اللجنة العليا بالمواطن البحريني وإعطائه حقه في التصويت للمشاركة بالعرس الوطني وتمثيل ثقافة العطاء والاستعداد لخدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته ضمن فريق البحرين، وهي الروح المتجذرة في أبناء البحرين.